إن شاء الله نواصل من خلال هذه الحلقة مواصلة مع الدروس الخاصة بالإدارة المدرسية التي نقوم بها من خلال قناة التعلم الذاتي. وإن شاء الله سوف قبل أن نكمل ما تبقى من الخطوات الخاصة بهذا المشروع، طبعا نريد أن نبين ما تم الوصول إليه من الدروس السابقة، وذلك من خلال عرض هذا المشروع والتأكد من البقية. طبعا كما نلاحظ هنا، هذا مشروع سكول الذي نقوم بإنشائه ثم نفتحه، ثم نفتح البروجيكتور والتي تم إضافته مؤخرا إليه، ويتم المتابعة حتى يصل هذا البرنامج أو الإعداد الخاص بهذا المشروع. طبعا نريد أن نعرف ما هي الخطوات التي قمنا فيها من خلال الفترة 49 حلقة لهذا المشروع. طبعا اسم المستخدم سبق وأن تكلمنا بأنه H كابيتال، ثم كلمة السر وهي 1 2 3 مرمزة، ثم الدخول. نعم، طبعا تعتبر هذه الواجهة الخاصة بالمشروع أو القائمة الخاصة بالمشروع الذي يحوي جميع مخصصات أو الفروع الخاصة بهذا المشروع. طبعا نبدأ نبين ما تم إنشاؤه حتى الآن، ونبدأ بالأدوات المساعدة. نظهر هنا كل المساعدة، آلة حاسبة للمحصلة وهي من اختصاص مجموعة الهجري للبرمجة، طبعا تعتبر جديدة وفكرة جديدة، ربما تكون فكرة جديدة، وهي تقوم بماذا؟ بعمل خاص بهذا الأمور. كما نلاحظ هنا المحصلة الأولى ومجموع المحصلة الأولى والاختبار النصفي. نعم، والمحصلة الثانية ومجموع المحصلة الثانية والاختبار ماذا آخر العام والمجموع الكلي، كما تلاحظون في هذه الحقول حتى ينتهي آخر مجموع كلي في هذه المنطقة. طبعا الخروج من هنا، ولم يمكن نغير اللون لهذه الواجهة كما نلاحظ، ومسح البيانات عندما نعبي البيانات الخاصة بكل طالب بعد نقلها إلى القائمة الخاصة به، يتم مسحها من خلال هذه المنطقة. نعم، ثم الخروج، ثم ماذا؟ الخروج من هنا. نعم، الخروج. نعم، هنا أيضا الآلة الحاسبة وهي تم إيصالها بهذا البرنامج، ثم الدفتر المفكرة الذي تم أيضا إيصاله بهذا البرنامج أو بهذا المشروع الخاص بالإدارة المدرسية. وهذه الإدارة المدرسية ومكونات الإدارة المدرسية الهيئة الإدارية كما تلاحظون، وهي الرقم، الاسم، والوظيفة، هذه خاصة بالهيئة الإدارية الخاصة بليش؟ بالإدارة، المكونة من مدير حتى وكيل وسكرتير وما إلى ذلك. نعم، ثم عرض القائمة الخاصة بالبيانات بهذه الأمور، الرقم وهكذا كما تلاحظون. هذه هي بيانات لم يتم تعبئتها بعد، ولكن لنوه طريقة التعريف أو وهذه الطباعة أيضا كما نقوم، طبعا الطباعة عن طريق داتا ريبورت، والذي قلنا بأن هذا الأداة هي التي تخرج البيانات الخاصة من بيئة المشروع إلى خارج بيئة المشروع عبر الطباعة أو النت أو الفاكس وهكذا. طبعا كل هذه الواجهات يتم نفس البيانات الخاصة بها، نفس البيانات الخاصة بماذا؟ هيئة التدريس، قائمة البيانات، نعم، والطباعة كما قلنا، وطبعا وهذه وقاعدة البيانات الذي نستخدمها، ثم
بقي علينا الإضافة والتعديل والأول والآخر، ولازلنا في هذا الأمر من خلال الهيئة الإدارية والمجتمع الطلابي طبعا كما تلاحظون هنا قائمة البيانات والطباعة وغيرها. نعم الطباعة وغيرها، الطباعة وغيرها هنا طرق الطباعة وغيرها ونقل البيانات. هذه البيانات مفيدة، قاعدة البيانات المتصلة بالإكسس. طبعا هذا المجتمع الطلابي حتى السادس تم تعبئته بهذا الشكل، بهذا الشكل. نعم انظروا قاعدة البيانات كما تلاحظون هنا تم إيصالها بالإكسس، ثم قائمة البيانات. طبعا هذه القائمة تعتبر قائمة خاصة التابعة ليش للواجهة، ثم الطباعة الذي إذا أردت أن تطبع خارج بيئة المشروع عبر كما قلنا الطباعة الطابعة أو الفاكس وغيره. طبعا وصلنا في آخر مرحلة وهي إسنادا أو ترتيبا أو عمل الإضافة كما تلاحظون، تم تنفيذ الإضافة ثم التعديل كما تلاحظون تم تعديل بنجاح، ثم الأول انظروا هنا ثم الأول هذا الأول يعود الأول انظروا هنا ثم التالي ننظر هنا انظروا ثم التالي. نعم هذا التالي هنا التالي وهو ما بعد ايش السابق، وهذا يعتبر ايش السابق انظروا هذا السابق. بقي علينا الأخير وبحث باسم، فنحن إن شاء الله نستمر في هذه الحلقة بما يخص الزر الخاص بآخر المستندات. آخر ماذا؟ المستندات. نعم آخر ماذا؟ المستندات إن شاء الله. فكونوا معنا، وحتى طبعا انهاء البرنامج، هل تريد الخروج من هذا البرنامج بالفعل؟ نقول نعم، لأن نريد أن إيش نكمل ما تبقى في عملنا، وذلك خاص بإيش بالمانجر وهو الخاص بالهيئة الإدارية. نقول الأخير. نعم هذا الأخير، هذا الأخير كما نلاحظ هنا الأخير، هنا الأخير هنا سند لاست اللي هو الأخير. طبعا نبحث عن ماذا؟ عن الداتا، داتا ون، داتا ماذا؟ ون. هذا الأخير انظروا الأخير. طبعا طبعا بما يخص طبعا نحن نتعامل مع ماذا؟ مع أداة داتا وليس الأدوتك ولا الأدو المكتبية. نعم طبعا نتعامل مع داتا، نقول نعمل نسخ حتى نؤكد أن هذا يخص ماذا؟ المجموعة، ثم نلصقها هنا ونقول دوت أي المفتاح الخاص للأمور إذا انشغلت الشغالة. ما هو المطلوب من داتا؟ ماذا تريد أن تعرض من خلالها؟ نعرض ماذا؟ السجلات. طبعا السجلات نقول إيش؟ R registered، R تعتبر إيش؟ registered. نعم registered. نعم R registered. نعم registered. نعم اللهم صل على حبيب الله. ها registered. انظروا دوت ار ان ار هنا ريجستر هذه سجلات. انظروا نقول اوكي، ثم ماذا تريد من السجلات؟ نقول دوت المفتاح. ماذا تريد من السجلات؟ نقول طبعا بي او في، انتبهوا معي، وي اي او في. بي او في هو اخر السجلات، الخاص بالاخر السجلات، والاي او في هو بداية السجلات. طبعا نحن نتكلم على ايش؟ نتكلم الان عن ايش؟ عن اللهم صل على حبيب الله دوت موف، موف لاست، موف لاست. اين الموف؟ هذه موف. لا نعم تكلمنا عن الفيرست، انتهينا منه وهو الاول، والنكست والتالي، والبروفيوز اللي هو ايش ايش؟ السابق. لكن نتكلم الان عن ايش؟ لاست، وهو آخر سجل، وهو آخر إيش سجل. ثم نأتي بهذه الأمور، هذه انظرونا ايرو. نعم
and F. نعم هذه وهي ما هي أداة شرطية ننسخها ثم نلصقها هنا، ولكن نأتي بماذا؟ ليس بأوفي، انظروا معي ديجستر ريجستر اوف انظروا نقول دوت نعم دوت نقول بي انظروا هذا نعم ذن نقول ذن نقول ايش ذن صلى على سبيل الله ذن نعم نقول ذن نقول ماذا نقول ذن انظروا ذن نعم ذن أين نحن من ذن ذن نعم كابيتال ذن ثم نفصلها نعم نقول ماذا هذا آخر نعم آخر نقول آخر نقول ماذا عربي آخر آخر سجل نعم آخر سجل انظروا نعم طبعا هذه هي نعم هذه هي بقي علينا ماذا أن طبعا المطلوب منا هي هذه العقول الخاصة بالمشروع أننا نقوم بالنسخ كوبي ثم نلصقها بماذا نعم بهذا انظروا هنا نلصقها هنا هذه هي ثم نأتي بآخر وهو ايرو انظروا اكس سم وهي إقلاق الأخير أو السجل الأخير نعم هنا نقول هنا دون ثم بيست طبعا هذه هي ننظر كيف العمل من خلالها إن شاء الله نقول إيه ماذا اتش اسم المستخدم اتش لكن باللغة الإنجليزية بإمكاننا أن نستخدمها بالعربي لأن هذا ما يخصنا ولكن هذه فرضا عملناها أي كانت تكون مطابقة إذن للهيئة الإدارية قلنا إضافة تم إضافتها تعديل تم الإعادة الأول كما تلاحظوا الأول عيد الأول التالي انظروا السابق انظروا السابق الأخير انظروا الأخير انظروا هذا الأخير إذن إن شاء الله طبعا تمت بقي علينا فقط لا نريد الحث بحث باسم شاكرين لكم حسن المتابعة من قناتكم المفضلة التعلم الذاتي وقبل أن نكمل أو نغلق هذا البرنامج يجب علينا إغلاق من هذا البرنامج انظروا فالمطالب ماذا هل تريد حفظ المتغيرات نقول نعم انظروا انتبهوا معي حتى يتم التغييرات شاكر لكم حسن التعاون متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.